المليون غير كريدي كتساني 8 مليون ديال الكريدي 8 مليون ديال الكريدي زائد 17 مليون ديالك باش كنسول فيها حيت كتبقى ديالك هذيك صح ديال الناس اللي مهم ديال الناس 8 مليون عندك في الشيكات لا عندي تقريبا نقول عندي 35 الف درهم اللي هي الشيكات وعندي 50 الف درهم ديال الناس اللي كنتعامل معاهم بحال هكا كنعرفهم كيعرفون يعني كانوا كيعرفون هنا في ضرب عمان انايا كيحطوا اكثر تقريبا جمعت الناس اللي كنعرف جمعت 5 ديال المليون اللي جمعت صراحه جمعت 5 مليون باقي خاصني 35 الف درهم اللي كانت خاصني الناس اللي كيتسالوني دابا اش نقول لك ماشي ديالهم هما خدامين عند الشركات يعني اش نقول لك حتى هما ما عندهم صراحه يعني قالوا لا ودي كون شي حاجه بيدنا حاجه وحده اللي صبروا عليك شويه ولكن الشركه ما غاتصبر صبروا عليها صراحه حيت شي مره خاص يدفع في الشهر المهم راه فين واحد فيه نهار 7 واحد فيه نهار رحيم خويا اليوم شنو كتطلب شنو تبغي توجه هذه الرساله للمسؤول انا بغيت شي حد يتعاون معايا الا كان ممكن خصنا 35 الف درهم الا كان شي حد اللي يتعاون معايا ما بقاش نمشي للحبس والله العلي العظيم ما اختي ما نكذبش عليك الا خايف من الحبس لانكم عارف انسان دخل الحبس وخرج اختي اسمع لي وانا عندك بنتك عندك مرتك وعندي الدار كامله يعني ربي اللي شاد عليا يعني الله اللي كيرزقهم ولكن انا اللي مسؤول عليهم صراحه يعني خرج من قرايتكش بالك من قرايتي ما كملتش على ودارنا وما بغيتش ندخل الحبس انا نهائيا ونشوف ما كتقرفص على برا ونشوف الدمعه ديال امي خصوصا غتدخل الحبس ظلما وانت ماشي لك ديالك ماشي لك ديالك وداخل يعني حسيتي ما حسيت اش نقول لك حسيت باللي ما بقاتش الصحبه باش نجيك صراحه يعني الصحبه ما كايناش ما قول ما بقاتش الثقه عبر الثقه يعني وقوا حوايج في ضرب عمر ولكن ماشي بالطريقه يعني الناس داو صحيحه يعني ماشي يعني داو الناس اللي ديال عباطله ولكن ماشي بالصحاب يقول لك المثل كي فول ان نوف وفول ان بوف بحال اللي يعني سرق جمل يسرق بيضه بحال ولا اللي سرق يعني جمل تور يسرق بيضه درتو صاحبي درتو خويا درتو با درتو كلشي اقسم بالله العلي العظيم ما حاولتيش تواصل مع شي واحد من العائله ديالو ولو تستعطفوا باش انا قالوا لي كيساكن في الشاط ما كاين في الباصه في الشاط ما عارفه الشاط ما قداش اخذ يعني حيت هو الشاط حيت هو ماشي سوسي هو ماشي يشلع يعني اش نقول لك فشلت واحد الفاش عرفت حتى حد من الفرد من العائله ديالك وتقول واحد خو اللي كان عنده قال لي ودي انا تناقش معنا شي عامين هادي مع دابا تناقش هو وخو دابا فين كيفاش تجوج بواحد ما لا ندخل داك الدوام تجوج شي وحده وصافي العائله ما بغاوش وصافي بقى خو معازع عليهم فهمتي قال لي ودي راه بينو بينو شي اكثر من عامين ديما عمر كندوي معاهم كاع ما عليناش قال لي ودي راه خطا كاع الدار مع دوك شي فيلو قال اصلا هما راه خصهم انا اصلا هما واصلين اليوم خويا شنو الطلب ديالك انا بغيت شي حد يعني شي حد يعني بغيت حد يتعاون معايا يعني كانت لا يتعاون معايا انا ما بقيتش كنتسنى في ديالي عارف ديالي مشى عرفتي الحاله اللي كنتي دويتي معايا فيها في التليفون كنتي كتهدد انك غادي تنتحر خلعتيني العظيم باش والله تخلعتيني ونجيك صراحه يعني نجيك صار نكون معك دابا صح كاين معك اخي ابار دابا الصحافه اقسم بالله العلي العظيم لا جوج فايندات والله راه قلت في واحد الموقع اخر جوج فايندات اللي جد حطيتهم علاش اول حاجه انا ما بغيتش ندخل الحبس انا نقول لكم مشيت مشيت لجبرت في حياتي مشيت لنهار نصاوب لاكارت ومشيت لنهار ديال الشكا ما عمرني صراحه قلت نقش مع انا ما عمرني في الحبس ما عرفوش كنعرفوش كيفاش داير ما بغيتش نمشي ونكون انا هو السبب في الدموع ديال امي نطيح في العافيه ما نكونش نسف في الدموع ديال امي وديال با ويطلعوا يهبطوا كاع في المحاكم كيفاش دايره هما ماشي هنايا طلع هذاك عارف تجرجر وانت سببهم وما كنتش باغي نطيح علاش حيت ما بغيتش يعني كعرف باش نقول لك يعني هي اللي قالوا المغاربه لا ديالي بقى لا وجهي تنقى ما بغيتش علاش ما بغيتش نطيح علاش حيت كعرف عندنا شي جيران يعني كعرف الدري اللي طاح ديك الايامات الدري مسكين اللي في خدام في السوق ديال الحوته تقتلش كومونتير ديرو تقزو شي وحده مارت من عارف منين هذولا اي ممكن يكون جيراننا بلا ما ندخلوا السميه ديالهم يعني قال ودي كون البلاد فيها الديمقراطيه وفيها بكاع ما يمشي لهاد الدري ينتحر ما بغيتش نكرر نفس متي باش نفس لي كومونتير شي واحد يقول لك لا هي البلاد راه ما دارت لك والو كتخمم في البلاد وفي صوره البلاد وكتخمم في ميمتك
والو صراحه البلاد انا ما خاصك تكون وطني. احنا كنا مغاربه كنموتوا على بلادنا كيف ما كان الحال. لا ماشي كنقول لك ما دارت لي ما عطاتنيش. لا هي ما يعني ما البلاد ما غير مسؤوله. هذا هذا خطا ديالك انت تقتي في واحد الانسان غير اهل للثقه. انا فهمتك ماشي كنزيد عليك وانما فهمتك. هذا هو المشكل اخ عبد الرحيم. الرساله ديالك اكثر من واضحه. شكرا لكم متتبعينا الكرام. كيف ما شفتوا اليوم هو عبد الرحيم كيستعطفكم وعلى وجه الوالده ديالو باغي يخلص الكريديات 35000 درهم اللي بقى ليه حيت الا ما خلصهاش غيمشي للحبس حيت هذيك الفلوس ديال مواليها. هو مسامح في راس ماله ومسامح في كل شيء. كاع داكشي اللي خسر غيخلفو سيدي ربي. ولكن انا كنقول باللي واخا يعاونوه الناس خاص السلطات تفتح تحقيق ونقلبوا على هذا الشفار كما جا على اللسان ديالو. وهذا الانسان هذا اللي شفرو فين ما كان راه كاين البوليس الدولي باش ياخذ الجزاء ديالو ويتعاقب. وكيف ما قال واحد الكلمه زوينه عبد الرحيم انه كيخمم حتى لصوره البلاد وماشي كلنا فين ما يطلع لينا الدم ولا عندنا مشكل غادي نفكروا وندير نفس السيناريو ديال زكريا. زكريا الله يكون في العون. حس بالحقره كان ضحيه ديال الحقره ديال الاضطهاد ديال انه ما تخدش لي حقه في واحد اللحظه ديال واحد الغضب. الله اللي عالم بالنفسيه ديالو ديك الساعه الله يرحمه. فاختار انه يحد حياته. ولكن اليوم ما بغيناش نفس السيناريوهات تعاود. راه كنا عندنا مشاكل اللي ما عنده القليل عنده الكثير. انا حسيت بخويا عبد الرحيم سختو هو يا اليوم رب اسره اب لي بنيه وزوجه ومسؤول حتى على ام. يعني كيفكر حتى الام ديالو الا مشى للحبس هو ما خايفش من الحبس كيفكر من الام ديالو على برا كيفاش غتكون الحاله ديالتها. فانا حسيت به. فإلا كانوا شي محسنين يقدروا يتعاونوا معاه باش يخلص هاد الدين وهاد الكريدي هذا اللي تحط فيه. وان شاء الله السلطات دير الخدمه ديالها ونقلبوا على هاد الانسان السارق هذا اللي درتي فيه الثقه وهو ما كان ماشي موضع ديال الثقه واهل الثقه وياخذ الجزاء ديالو عاجلا ام اجلا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. وصلتم على نهايه ديال الفيديو. كانت معكم مريم فسحيخ. لنا الصوره ولكم التعليق. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.